بعد رد حماس على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، كشفت أوساط إسرائيلية أن رد الحركة يسمح وللمرة الأولى بتحقيق تقدم والمضي قدما نحو مفاوضات بشأن النقاط العالقة مع إمكانية التوصل إلى اتفاق. تطور بدأ جليا في موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي أعلن خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن الموافقة على إرسال وفد مفاوض من أجل إطلاق سراح المحتجزين في غزة. وأكد نتنياهو أن إسرائيل لن تنهي الحرب إلا بعد تحقيق جميع أهدافها. في المقابل رحب بايدن بقرار نتنياهو السماح لمفاوضيه بالتعامل مع الوسطاء الأمريكيين والقطريين والمصريين في محاولة لإتمام صفقة التبادل. فهل تشهد الفترة المقبلة انفراجة بين طرفي الأزمة وتحقيق تقدم في ملف المفاوضات؟ وهل تنجح الجهود الدولية في وقف إطلاق النار وإتمام صفقة التبادل بين إسرائيل وحماس؟ بكثير من الأريحية المختلطة بالحذر، استقبلت إسرائيل الرد الأخير لحركة حماس على اقتراح يتضمن اتفاقا على الإفراج عن الرهائن ووقف إطلاق النار في قطاع غزة. تعتقد مصادر إسرائيلية أن حكومة نتنياهو تواجه خيارات حاسمة بعد رد حماس على مقترحات التهدئة في غزة بشروط غير مشددة. ووصف مسؤولون في الجيش الإسرائيلي رد حركة حماس الأخير بأنه أفضل اقتراح تم تقديمه، معتبرين أنه بناء وإيجابي ويتيح التقدم نحو مفاوضات مفصلة بخصوص النقاط العالقة وربما التوصل إلى اتفاق. القناة الثانية عشرة الإسرائيلية نقلت أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت قال في اجتماع مع عائلات أسرى إسرائيليين إن الاتفاق بشأن تبادل الأسرى بات أقرب من أي وقت مضى. وكشف مسؤول أمني إسرائيلي أن حركة حماس تصر على وجود بند يمنع تل أبيب من العودة للقتال بعد تنفيذ المرحلة الأولى من صفقة تبادل المحتجزين والأسرى بين الطرفين. وأوضح المسؤول أن هذا البند لن توافق عليه إسرائيل، مضيفا أن هناك ثغرات أخرى في بنود الصفقة لم يتم إغلاقها بعد، مشيرا إلى أن الجيش سيواصل الضغط العسكري على غزة. صحيفة نيويورك تايمز أبرزت تصريحات مسؤولين أمنيين إسرائيليين حاليين وسابقين قالوا فيها إن كبار القادة العسكريين الإسرائيليين يريدون وقف إطلاق النار حتى لو أبقى ذلك حماس في السلطة في الوقت الحالي. وأضافت الصحيفة أن هؤلاء القادة يعتقدون أن وقف إطلاق النار أفضل وسيلة لإطلاق سراح الرهائن، ويرون أن قواتهم المنهكة التي تعاني من نقص الذخائر بحاجة لإعادة تجميع صفوفها في حالة اندلاع حرب أوسع مع حزب الله اللبناني. وقد فشلت المقترحات السابقة في تقريب وجهات النظر بين الطرفين المتحاورين بسبب إصرار حماس على وقف تام للحرب وانسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، فيما تصر إسرائيل على القبول بهدن مؤقتة لحين القضاء على الحركة. عموما للمزيد حول هذا الموضوع بالمزيد من النقاش والتحليل ينضم إلينا من رام الله الكاتب والباحث السياسي جهاد حرب، ومن القدس المستشار السابق في وزارة الدفاع الإسرائيلية ألون أفيتار، ومن واشنطن الكاتب الصحفي إيلي يوسف. مرحبا بكم ضيوفي جميعا. دعني أبدأ من معك سيد أفيتار لنتحدث عن ما تحدث عنه الجيش الإسرائيلي عن رد حماس، وقالوا بأن رد حماس هو أفضل اقتراح منذ بداية هذه الحرب. كيف نفسر هذه اللهجة من الجيش الإسرائيلي؟ مساء الخير. سؤال مهم جدا في الوقت الراهن، عشان الناس بيسمعوا إنه في نقطة تقرب بين إسرائيل وبين حماس، وفي تطور إيجابي وفي جو إيجابي، وفي الناس كانوا أصبحوا متفائلين. أذني لازم نأخذ بعين الاعتبار وجهة النظر الصحيحة. على الواقع حسب الأخبار وحسب المعلومات، النقطة اللي نحن موجودين اليوم هي أحسن من السابق، معناته إنه في تقدم جزئي وكل شيء نسبيا كمان بمعادلة لأصابي والشهور الأخيرة، بس أذني لسه في مسافة، في بعد بين الجانبين،
في فرق بين الموقف الإسرائيلي وموقف الحمساوي. المعنى إنه نحن مش موجودين في اللحظة الأخيرة ال 89 قبل التوقيع. لازم نكون واقعين إنه نحن كدولة إسرائيلية عندنا عفوا مفاوضات مع أو قبال منظمة إرهابية. في الجانب الثاني ما في دولة رسمية مرتبة ومنظمة. نحن نناقش الموضوع مع كل الاحترام لوساطة، مع كل الاحترام لمصر وقطر والولايات المتحدة، في الجانب الثاني في منظمة إرهابية. والمنظمة الإرهابية في كل العالم، خاصة كمان حماس، عندها قوانين مختلفة أو ما في قوانين، عندها تصرف مختلف، عندها سياسة مختلفة. ونهائيا نحن نحكي على بداية المفاوضات أو تجديد إذا بدك المفاوضات من طيب الوضع المجمد اللي كان لحد اليوم. بس أذني الجو بمثل تقرب أو سياسة إيجابية من الجانبين. اللي راح يكون في المفاوضات أذني ولا واحد يعرف، مش نتنياهو ومش سنوار. بس لازم ناخذ بعين الاعتبار إنه حماس ممكن تغير موقفها خلال المفاوضات، أو يكون وممكن نتنياهو يغير جزء موقفه من هيك. خلال المفاوضات، لأنه هذه المرة الجيش يتحدث على أنه هذا الاقتراح وهذا هذه الأفكار صحيح. بناءة وجيدة، والبعض يتحدث عن الانقسام، يعني الجيش لديه موقف ونتنياهو لديه موقف آخر، لا خصوصا أن الرجل نحن يقول بأن الحرب ستستمر. ما في فرق كبير او ما في مواقف مختلفة ب 180 درجة بين نتنياهو وبين قيادة الجيش الإسرائيلي. الواقع انه اليوم بالفعل على طاولة رئيس الحكومة نتنياهو وافق لخروج وفد إسرائيلي لبداية المفاوضات، وفي موافقة من ناحية نتنياهو طيب لنقاش الموضوع. السؤال المركزي هو شو راح يكون في لحظة الحقيقة أو دقيقة قبل التوقيع على المفاهيم أو الموافقة. طيب أستاذ جهاد، ما رأيك في رد حماس والرد الإسرائيلي؟ كل شخص ربما يفسر ذلك حسب رؤيته، والبعض يدفع بالتفاؤل إلى أعلى، البعض يقول بأنه كما يقول أفيتار لا يمكن الجزم بأن شيئا سيحصل، لأنه الأمور مفتوحة على كل الاحتمالات في اللحظة الأخيرة. دعنا نقول أن هذه الأجواء هي أجواء تفاؤل خلال هذا اليوم، على عكس الشهرين الماضيين، أي منذ 6 مايو عندما بدأ الاحتلال الإسرائيلي باجتياح رفح، أو قرار رئيس الحكومة الإسرائيلية باجتياح البري لرفح. وبالتالي هذا التفاؤل يدعو للتأمل أو الأمل بأن يصل الطرفان للحظة الحسم، وهي الاتفاق، لأن هناك احتياجا فلسطينيا وهناك احتياجا إسرائيليا. لكن أريد أن أقول أن هناك مسألتين رئيسيتين دفعتا نتنياهو للوصول لإرسال الوفد الإسرائيلي رفيع المستوى هذه المرة. الأول أنه قدم رشوة لليمين الفاشي في إسرائيل يوم الخميس الماضي، سواء بشرعنة 5 مستوطنات وتوسيع الاستيطان والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، واليوم هناك مناقصة ل 5300 منزل أو وحدة استيطانية، بالإضافة إلى مصادرة 12 كيلومتر مربع من الأراضي الفلسطينية في منطقة جيم. وبالتالي هذه الرشوة قد تتيح له الفرصة للقيام بالموافقة على ذهاب الوفد الإسرائيلي. الأمر الثاني وهو تضييق الخناق على نتنياهو خلال الأشهر الأخيرة، سواء تصريحات الجيش التي ذكرتها حضرتك قبل قليل، أو ما يتعلق بالاحتجاجات واتساع الاحتجاجات الشعبية للوصول إلى اتفاق، بالإضافة إلى التسريبات التي جرت بالأمس ليلا من قبل أعضاء الوفد الإسرائيلي، وخاصة من الموساد، مقابل ما قاله مكتب نتنياهو، وتصريحات الوزراء السابقين، وخاصة إيزنكوت الذي يبدو أنه أكثر عدوانية ضد نتنياهو في هذا الوقت. لكن أريد أن أقول أيضا أن السماح بالوفد الإسرائيلي للذهاب لقطر أو إلى مصر
مرهون بالصلاحيات التي سيقدمها نتنياهو لهذا الوفد، وحتى الآن لم يجتمع عمليا معه، ربما خلال هذه الليلة سيجتمع، وبالتالي ما هي الصلاحيات التي سيقدمها نتنياهو أو سيمنحها نتنياهو للوفد الإسرائيلي. وأيضا الأمر الذي يمكن أن لا يدعو للتفاؤل، البيانين المختلفين اللذان صدرا عن البيت الأبيض ومكتب نتنياهو. في البيت الأبيض قالوا لإغلاق هذه الصفقة وبالتالي إنجازها، ونتنياهو قال أنه لن يتراجع عن أهدافه، أي استمرار الحرب. ومع ذلك ما زالت هذا اليوم هناك تفاؤل كبير بإمكانية الوصول إلى صفقة. الآن بدأت لحظة التفاوض حول التفاصيل التي تتعلق بكيفية تنفيذ هذه الورقة، وفيها العديد من القضايا التي قد تعرقل إمكانية الوصول إلى الاتفاق. ونحن أمام دولة مجرمة قاتلت الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة، ونتنياهو رفض على مدار الخمسة أشهر الماضية، وهذا ما قال إيزنكوت اليوم، على مدار الخمسة أشهر الماضية كان يمكن الوصول إلى هذا الاتفاق قبل خمسة أشهر، واليوم نحن نخشى أن يعطل أو يفشل نتنياهو هذا الاتفاق أو الوصول إلى هذا الاتفاق. هكذا قال أولا إيزنكوت وكذلك أعضاء في الوفد الذي سيذهب للتفاوض. طيب، أنت ذكرت البيت الأبيض والاتصال سيد جهاد، دعني أسأل سيد إلي يوسف في هذه النقطة، لأن البيت الأبيض يعني رفع سقف التفاؤل عاليا بالتئام هذه المفاوضات وسيغلق هذا الملف. أيضا حتى وزير الدفاع يوف جالانت قال بأنه صفقة بشأن تبادل الأسرى بات أقرب من أي وقت مضى. يعني ما طبيعة الجهود الأمريكية في هذا الإطار؟ بالطبع يعني لنكن أيضا يعني لنضع أيضا النقاط على الحروف. نحن نتحدث عن مشروع أمريكي جرى تبنيه من قبل مجلس الأمن الدولي، وبالتالي لا شيء جديد يعني حقيقة سوى الموقف الذي صدر من حركة حماس. حماس هي التي قامت بالتراجع عن مطالبها وشروطها، وبالتالي أمام هذا الواقع نحن نتحدث عن أرضية جديدة. يبدو أن يعني ما تبعته الإدارة الأمريكية من تنسيق حثيث مع الحكومة الإسرائيلية يحقق شيئا فشيئا مجمل الأهداف التي وضعتها إسرائيل بالتوافق أيضا مع الإدارة الأمريكية. يعني الكلام عن حصول خلافات ما بين الطرفين أعتقد أنه بحاجة إلى الكثير من إعادة النظر. باعتقادي أنا لا يوجد خلافات حقيقية، هناك خلافات على الإخراج، لكن عمليا إذا دققنا في طبيعة المبادرة التي أو المشروع الذي قدمه بايدن وتبنته الأمم المتحدة، هو لا يتحدث عن وقف لإطلاق النار، هو يتحدث عن تدرج وعن هدنة، بما يعني أن استمرار إسرائيل في تحقيق أهدافها لا يزال مشرعا. لهذا السبب أعتقد أن الأرضية التي نقف عليها الآن هي ناجمة عن التراجع الذي قامت به حركة حماس، والذي هو للأسف لنكون أيضا واضحين نتيجة الضغوطات العسكرية التي مارستها بشكل بشع الآلة العسكرية الإسرائيلية على كل قطاع غزة. منطقة رفح جرى قدمها شيئا فشيئا، وعمليا أنتجت أو أنجزت إسرائيل الشروط الأمريكية لكن من دون ضجيج. يعني عندما جرى الحديث على سبيل المثال على مسألة حجز أو وقف بعض شحنات الأسلحة في القنابل الضخمة، كان الهدف منه عدم إثارة ضجيج كبير، لكن على الأرض نحن نشهد عمليا إتمام الأهداف الإسرائيلية التي أعلنتها منذ اليوم الأول لاندلاع هذه الحرب. وبالتالي هل يمكن الرهان على مسألة التوصل حقيقة إلى وقف إطلاق النار؟ السؤال لماذا انتظرت حركة حماس طيلة الأشهر الثمانية أو التسعة حتى هذا اليوم للقبول بما كانت يمكن أن تقبل به من اليوم الأول؟ اليوم تدعو إلى وقف إطلاق النار، لم يعد هناك أحاديث لا عن تحرير
ولا عن يعني كل هذا الشعارات التي رفعت، الذي دفع الثمن هو الشعب الفلسطيني طيب الذي شرد ودمرت أماكن عيشه ومناطقه عن بكرة أبيها، وهذا الذي على سبيل المثال يمنع حتى هذه اللحظة حتى الضفة الغربية. لماذا لا يعني طيب لا يستطيع اها الفلسطينيون أن يفتحوا جبهة في الضفة الغربية بسبب الخوف من حقيقة سيناريو مما غزة؟ جرى في صحيح قطاع غزة، صحيح، هذه من سيناريو غزة وهو نقطة كل جوهرية الناس أيضا سيدي. على لبنان. نعم، هذه نقطة جوهرية، وربما أطرحها على الأستاذ جهاد حرب. يعني لماذا تأخرت حماس في القبول بما كانت يمكن أن تقبله في السابق؟ ولكن دعني أسأل سيد ألون أفيتار، لأنه حتى الطرف الإسرائيلي أيضا هناك بعض التنازلات. يعني نيويورك تايمز تقول بأن هناك مسؤولين أمنيين إسرائيليين حاليين وسابقين قالوا إن كبار القادة العسكريين الإسرائيليين يريدون وقف الحرب حتى لو أبقى ذلك حماس في السلطة في الوقت الحالي، وهذا أيضا تراجع من قبل إسرائيل التي ربما تتكبد خسائر في قطاع غزة من دون وجود خطة واضحة حتى لا للحرب ولا لليوم التالي. ما رأيك؟ في علاقة مهمة بالنسبة لسؤالك. أول إشي، في مواقف مختلفة داخل القيادة الإسرائيلية العسكرية والسياسية الراهنة والسابقة، هيك كان في تاريخ وهيك كان موجود وهيك موجود اليوم بلا شك، وهيك راح يكون في المستقبل. نحن دولة ديمقراطية، كل واحد عنده موقف مستقل، بس نهائيا كلهم تحت نفس الأوامر، أوامر الحكومة الإسرائيلية، هي النظام الدائم الرسمي الإسرائيلي. بس لازم ناخذ بعين الاعتبار إنه في عناصر مختلفة بخبروا أو بنقلوا أصواتهم وموقفهم لوسائل الإعلام، وسائل الإعلام عفوا الدولية أو إسرائيلية، مش مهم ومش مختلف، بس نهائيا بدون أسماء، بدون اعتراف، بدون نعم. حكي مباشر، كل شيء بشكل التفافي. لما بيقولوا الناس أو عناصر معينة رؤاهم أو مواقفهم بشكل التفافي ومش مباشر، نحن ما بنعرفش مين موجود في ولكن هناك نهاية حقيقة ماثلة سيدة إيلونا فيتار، بأنه القوات الإسرائيلية منهكة في حرب غزة، وإذا ما اشتعلت جبهة الشمال فسيكون الإنهاك أكبر بكثير، وهذا ما يخشاه هؤلاء المسؤولين، وقد يكون هذا منطقي. هيك طبيعة الحروب، بس نهائيا الجيش الإسرائيلي مستعد لحرب استنزاف إذا في حاجة، أو مستعد لحرب طويل إذا في حاجة. ما يكون أي استسلام إسرائيلي عسكري، مش في جبل جنوبية ومش في شمالية، بس نهائيا دائما في توازن سياسي عسكري اجتماعي واقتصادي بين كل الحسابات. هيك التصرف الدولي، نحن مش منظمة إرهابية، إنه الكفاح أو الكفاح المسلح هي حياتنا. في طيب كم حسابات او كم مواضيع اللي موجوده على الطاوله، وفي كمان قرار نهائي حسب السياسه الحكومه. بس اذني الحكومه الاسرائيليه ومجلس الامن كمان بيسمع كل الاصوات من داخل الجيش وخارج الجيش، من القياديين وكمان نعم. من القيادين في السابق، ونهائيا طيب بياخذ قرار بيعتمد على كل المصالح المختلفة. أستاذ جهاد، يعني واضح مثل أنه الجيش الإسرائيلي يبدو أنه منهك حسب تصريحات المسؤولين الأمنيين لصحيفة نيويورك تايمز. أيضا حماس تتراجع كما أثار سيد إلي يوسف، تتراجع عن ما كانت تعتبره يعني خط أحمر في البداية، كانت تقول بأنه يجب وقف الحرب، انسحاب كامل للجيش الإسرائيلي حتى أعقد صفقة، الآن يعني يؤجلون ذلك إلى المرحلة الثانية. ما الذي حصل مع حماس برأيك؟ دعني أولا أن أقول ما قاله إيزنكوت اليوم تحديدا، قال أن هذه الصفقة كانت يمكن أن تكون قبل 5 أشهر تماما، لكن نتنياهو أفشل تلك المفاوضات و
الجولات من المفاوضات والصفقة التي كان يمكن الوصول إليها. في 6/5 في 6 مايو الماضي حماس قدمت ردها على الورقة الإسرائيلية، وفي اللحظة التي وافقت عليها حماس وقدمت مبادرة إيجابية، وهذا على لسان الرئيس الأمريكي نتنياهو، ذهب لاجتياح رفح. الذي كان يعطل هذا الأمر هي الحكومة الإسرائيلية ونتنياهو تحديدا، لأنه يريد إطالة أمد الحرب وتدمير أكثر للشعب الفلسطيني وممارسة الإبادة الجماعية ضده، لأن هذه دولة مجرمة لا ترى إلا بالقوة العسكرية لقتل الفلسطينيين ولا تريد السلام. وهذا منهج نتنياهو منذ 30 عاما، منذ أن جاء إلى الحكم عام 96 وهو يرفض اتفاق أوسلو. ثانيا، فيما يتعلق بالضفة الغربية، ميكانيزمات العمل في الضفة الغربية مختلفة تماما عما يجري في قطاع غزة، وهناك موجة من المواجهة منذ عامين، منذ آذار مارس 2022، وهناك مواجهات محتدمة في الضفة الغربية تتصاعد أحيانا وتنخفض أحيانا أخرى، ومنشاهده في جنين وطولكرم وطوباس ونابلس. هذه أشكال من المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي الضفة لم تهدأ، لكن طبيعة العمل في الضفة الغربية وأشكال النضال في الضفة الغربية مختلفة تماما، وأيضا الهيمنة العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية شكلها مختلف. وأنت تذكر أن عدد جنود الاحتلال الإسرائيلي أو الفرق العسكرية الموجودة في الضفة كانت أكثر بكثير مما كانت في قطاع غزة في أوج العمليات العسكرية. أما بالنسبة للجيش الإسرائيلي فهو هذا الخلاف مع المؤسسة السياسية، لأنه لا يوجد لدى المؤسسة السياسية أي خطة لليوم التالي، وبالتالي أوضح الجيش وعلى لسان الناطق باسم الجيش أيضا أنه لا يمكن القضاء على حركة حماس. هذه تصريحات إسرائيلية، ليس تحليلا مني، نعم ليس تحليلا مني أو تحليل أو كلمات من حركة حماس أو من قوة فلسطينية، إنما على لسان الإسرائيليين. طيب. لأنهم تعبوا من إمكانية الاستمرار بعمل عسكري دخولا وخروجا إلى المناطق دون أن يكون هناك هدف سياسي. لا يمكن العمل العسكري أن يعمل وأن ينجح دون أن يكون هناك هدف سياسي واضح. هذه نقطة واضحة سيد جهاد. الإسرائيليون لا يعملون في خطة. هذه نقطة واضحة. دعني أسأل سيد إلي يوسف، لأنه من ضمن التسريبات مسؤول أمني إسرائيلي يقول أن حركة حماس ضمن هذه الأفكار التي يتم تبادلها تصر على وجود بند يمنع تل أبيب من العودة للقتال بعد تنفيذ المرحلة الأولى من صفقة تبادل المحتجزين والأسرى بين الطرفين. إلى أي حد يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن توفر هذه الضمانة من عدم عودة إسرائيل للقتال برأيك؟ يعني أنا أعتقد أن هذا البند يعني من الصعب أن أصفه بغير الواقع. على الأقل نحن نتحدث عن ميزان القوى. ميزان القوى للأسف في هذه المرحلة يختل أكثر فأكثر لمصلحة إسرائيل. يعني والحديث عن أن الجيش الإسرائيلي تعب وأن يعني كل هذا الكلام، لنعقد مقارنة ما بين الخسائر الإسرائيلية والخسائر الفلسطينية سواء على المستوى العسكري أو على المستوى المدني، هناك بون شاسع بين الطرفين. فالحديث عن هذا الأمر أعتقد أنه محاولة للخلوص باستنتاجات سياسية يراد منها ذر الرماد في العيون. هل يمكن أن تنجح حركة حماس بأن تفرض على إسرائيل بأن تمنع أو تمنعها من العودة إلى استئناف العمليات العسكرية؟ الاتفاق بحد ذاته الذي دعا إليه الرئيس أو الخطة التي دعا إليها الرئيس الأمريكي لا تضمن هذا الموضوع. هذا كلام واضح، يعني أنا لا أخترعه. مجلس الأمن وافق على هذه الخطة التي لا تتضمن عمليا أي ضمانات حقيقية. الأمر مرهون بانتهاء الأهداف العملية. ثانيا، على مستوى مسألة الخلاف حول ما بعد حرب غزة، حرب غزة بالنسبة لي انتهت عمليا من الناحية السياسية. الكلام عن بقاء حركة حماس كجسم سياسي وكأفكار هذا أمر طبيعي. المشكلة أن هل لا تزال حركة حماس قادرة على إعادة حكم قطاع غزة؟ اليوم هناك حديث عن
امكانيه الموافقه على ارسال قوات دوليه، وهذا الكلام صدر من اكثر مسؤول من مسؤول سواء عربي او غير عربي. بدانا نتلمس طبيعه الخطه او اليوم التالي من في لقطاع ولكن غزة. سيد إلي يوسف، لا السلطه الفلسطينيه قابله بموضوع القوى الدوليه ولا حتى حركه حماس. هل هناك، اسمح لي، أين هي السلطة الفلسطينية؟ ما الذي تبقى منها؟ نحن نتحدث عن تدمير حصر للفلسطينيين سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية. أين هي السلطة الفلسطينية؟ المشكلة نحن نتحدث عن كيانات سياسية بحاجة إلى إعادة ترميم. نحن نرى ميزان قوى للأسف هو بيد إسرائيل وليس بيد معارضيها أو منافسيها أو أعدائها الآخرين. هذا كلام يعني لنكف عن ذر الرماد بالعيون. ما يحصل الآن في الضفة الغربية على الرغم من أن الميكانيزيات مختلفة، لكن أسأل سؤال، عندما تدخل الوحدات الإسرائيلية يجري وقف لإطلاق النار من قبل الجماعات التي تطلق على هذه الجنود، تطلق النار على الجنود الإسرائيليين. دعني أتوسع قليلا فيما يتعلق أيضا بجنوب لبنان. حتى هذه اللحظة لماذا يخشى حزب الله أن يقصف مناطق مدنية إسرائيلية؟ لأنه يعلم أن قطاع غزة يمكن أن يتكرر في لبنان. كل هذا الكلام يخفي عمليا حقيقة محددة، إسرائيل أنجزت أهدافها والخاسر في هذه المعركة هو إيران. إيران خرجت. طيب من سيد المعادلة. إلي، ولكن في النهاية هل ستنتهي هذه الحرب مع إطلاق هذه المفاوضات ومع إرسال نتنياهو لمفاوضيه؟ هل هناك بوادر حل لهذه الأزمة المستمرة لأكثر من 9 أشهر؟ وباختصار لأنه انتهى الوقت. طبعا أنا أعتقد أنه بالإمكان إذا كان الرهان حقيقي طبعا لإعلان أن نراقب طبيعة التصريحات التي ستصدر بعد الجولات الأولى من المفاوضات، لكن إذا كان القرار الحمساوي قرارا يعني حقيقيا أعتقد يمكن من خلاله التوصل إلى هدنة عسكرية متدرجة، وهذا الأمر يخدم طبعا جميع الأطراف وخاصة الإدارة الأمريكية، إدارة بايدن الذي يستعد أو يسعى إلى انتخابه مرة أخرى في ظل تحول المشكلة، مشكلة قطاع غزة، إلى إحدى القضايا التي يعني يجري النظر إليها من قبل على الأقل اليسار الديمقراطي والتقدميين وعدد من الشباب، وبالتالي محاولة وقف إطلاق النار قد تخدمه في المستقبل. سيد ألون أفيتار، هل تشهد المرحلة المقبلة انفراجها برأيك؟ أنا بس حبيت بخطأ جملة كثيرة أو رد كثير على كلام سيد يوسف. بدي أذكر المشاهدين من درب السلطة في 2007 في قطاع غزة، اللي رماهم وطردهم ب24 ساعة هي حركة حماس، واللي صار بعدين بعد 7 سنين في 2014 رئيس الشباك هناك حضر الرئيس أبو مازن انه حركه حماس في الضفه بدها هذا شان فلسطيني، هذا شان فلسطيني، لا اسمح بدها تعمل انقلاب. ألون أفيتار، هذا شان فلسطيني ممكن نناقشه مع سيد جهاد حرب. هل تشهد هذه المفاوضات بعودتها انفراجها ام لا، ام سنبقى نراوح مكاننا؟ هذا هو السؤال. نحن متاملين انه نهائيا يكون انجاز جوهري وكل المحتوفين يرجعوا البيت، ما في أي تردد بالنسبة لهذا الموضوع، ونهائيا في أمل كمان وإرادة ومصلحة لتحقيق الأهداف في قطاع غزة بكل المعنى، وكمان عدم وجود الجناح العسكري تبع حماس هناك. لما بيحكوا على وكل شيء مربوط، الحرب ما ينتهي يوم بعد الاتفاق. اللي بيفكر انه مين راح يكون في يوم التالي، هذا سؤال مهم، هذا سؤال مهم جدا. هل السلطه الفلسطينيه تريد، هل في اراده فلسطينيه لعوده لقطاع غزه؟ انا ما بفكر، انا مش متاكد انه السلطه
لا لا، المشكلة المشكلة أنه إسرائيل لا تريد أن تعود السلطة الفلسطينية، مش العكس. لا انا 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 حبيت اعطيه وجهه نظر مختلفه. لو اسرائيل تريد كمان انه السلطه ترجع، هل السلطه بدها ترجع؟ هل عندها قدره عسكريه وقدره سياسيه وقدره شرطيه لاحتكاكات؟ تم تدمير كل هذه القدرات. لحظه من فضلك، ما فصائل حماس هناك؟ انا سمعت قيادين في فتح في خوف، في قلق فلسطيني من عودة لقطاع غزة. ما في أي رغبة فلسطينية من رام الله عشان يرجعوا لغزة. هاي سؤال مفتوح. طيب أستاذ جهاد، رد على كل ما تساءل به، وهل يعني نحن أمام بوادر بالفعل انفراجة حقيقية في المشهد بعد كل الذي حصل؟ أولا أريد أن أذكر أنه في عام 47 بن غوريون قد اقتحم مقر الشتيرن ومنعهم من العمل واحتجزهم جميعا من أجل أن ينتظم العمل داخل تل أبيب، ومنع الهجرة اليهودية من أجل أن يكون هناك علاقة مع بريطانيا. لذلك هناك خلافات داخل الشعوب يمكن تجاوزها، ولا أريد التذكير ب 2007 وغيره، لكن يمكن للسلطة الفلسطينية العودة في إطار اندماج وطني، إنهاء الانقسام الفلسطيني وتحقيق الوحدة الوطنية وترسيخ دولة فلسطين على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67. لكن الإسرائيليون لا يرغبون بذلك، ونتنياهو أعلنها صراحة. وأريد أن أقول لأفيتار أن نتنياهو يريد عودة حركة حماس إلى الحكم في قطاع غزة بعد هذه المفاوضات، لأنه يريد الاستمرار بمنهجه الأيديولوجي بمنع إمكانية تطبيق خيار حل الدولتين، والمسار الوحيد لمنع ذلك هو استمرار الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة. وبالتالي هو يريد عودة حركة حماس ضعيفة غير قادرة على العمل بشكل جيد خلال السنوات القادمة، ومحاصرة من قبل الحكومة الإسرائيلية والمجتمع الدولي، وهذا هو خياره الأيديولوجي. وأنا أؤكد له على ذلك، لأنه لا يدرك ما قاله نتنياهو وما فعله نتنياهو على مدار السنوات الماضية التي رسخ فيها وتفاخر بذلك. لذلك نتنياهو هو الوحيد الذي يرفض إمكانية الوصول إلى اتفاق وسلام مع الفلسطينيين وفقا لانتمائه للصهيونية التصحيحية التي لا ترى في فلسطين مكانا للفلسطينيين، إنما دولة إسرائيل هي من النهر إلى البحر، والمستوطنون اليوم يرغبون بإقامة دولة أو مملكة يهودا والسامرة في الضفة الغربية، تحديدا تحت لواء مجلس المستوطنات ومجموعة الإرهابيين المستوطنين المسلحين التي تسلحهم الحكومة الإسرائيلية. هذا ما يقوم به الإسرائيليون، ولا يرغبون بإمكانية التعايش في هذه المنطقة والسلام في هذه المنطقة ليكونوا شركاء في التنمية وفي الازدهار وفي السلام والاستقرار والأمن لهذه المنطقة. شكرا جزيلا لك أستاذ جهاد حرب، الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا من رام الله. أشكر من القدس المستشار السابق في وزارة الدفاع الإسرائيلية ألون أفيتار، ومن واشنطن الكاتب الصحفي إلي يوسف. شكرا جزيلا لك.